بيبدأ المسلسل بزومبي مربوط بسلسلة من رجله وبيهجم على بنت وبياكلها، وبعد كده بتطلع ان البنت دي بتتخيل اسطورة مشهورة في كوريا الشمالية عن راجل بيتحول لذئب لما القمر بيكون مكتمل. بيظهر شخص راكب عربية وبيسمع اغاني وبينزل منها وبيفتح صندوق العربية، وبتيجي ناس تاخد الاكياس اللي في العربية وترميها. بعد كده بيطلع ان الراجل ده دكتور بيطري، والحاجات اللي رماها دي مخلفات طبية ومضرة بالبيئة وده عمل غير قانوني، والخبر ده اتذاع في النشرة والحكومة بتطارد الدكتور ده. بعد كده بنشوف غربان بتاكل في المخلفات دي، ولكن فجأة بيظهر وش شخص مدفون وسطيها وبيمد ايده ويمسك الغراب، وبعد كده بيسيبه وبيقوم بيسأل نفسه هو انا مين، هو ده الجحيم؟ وبعد كده بيمد ايده في جيبه وبيطلع علبة السجاير وبيبتدي يولع منها سجارة، وبيلاقي في جسمه جرح كبير وبيبتدي يستغرب من لون جلده وعارف انه ما بيحسش بالألم، واخد مراية من على الارض واول ما شاف وشه اتخض ورمى المراية، وبعد كده رجع خدها تاني وكان مستغرب من وشه ومن صوته وعارف انه مش قادر يتكلم لكن يقدر يطلع صوت زي الحيوانات، بس هو مش فاكر هو مين ومش عارف يروح فين. وبتظهر البنت اللي شفناها اول الحلقة وهي بتصور في مكان، وطلعت بتشتغل مراسلة في قناة اخبار واسمها سون جي، وبيظهر الشخص ده تاني وبيكون جعان وبيشوف ارنب وبيبتدي يهجم عليه، وفجأة بيغمى عليه وأول ما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه غرقان دم وعارف إنه أكل الأرنب، فبيروح فوق مكان عالي ويرمي نفسه علشان ينتحر، بس للأسف مش بيموت. وقتها بيعرف إن هو ميت أصلا وعارف إنه زومبي، وبيكون فاكر إن دي نهاية العالم وإن ده فيروس بيصيب الناس، وقرر إنه يروح أقرب بلد علشان يفهم إيه اللي بيحصل، ولكن بيوصل عند كلب مربوط وبيطلع المكان ده هو اللي سون جي كانت بتصور فيه الصبح والموبايل وجع منها فراحت تجيبه، وعرف انه بيقدر يتواصل مع الحيوانات من غير ما يتكلم، وقال للكلب امشي والكلب فعلا مشي، وبيلاقي سويت شيرت فبيلبسه بدل هدومه اللي غرقانه دم، وبيستخبى لما بيشوف سون جي جايه، وكان مستغرب هي ليه بشريه وانا زومبي، وسون جي بتشوفه وبتساله على السويت شيرت لانه بتاعها، وتمد ايدها في جيب السويت شيرت وتاخد موبايلها وهو كان هياكلها بس مشيت، وبعد كده رجعت تاني واديته فلوس وافتكرته مدمن خمره وسابته ومشيت، وهو كان متضايق جدا لانه كان هياكل انسان وبدأ يفكر ازاي ما يعملش كده، فقرر انه يملى معدته باي حاجة تانية، وبيروح عند عش معلق على شجرة وبيحاول يرمي طوبة على العش علشان ياكل البيض اللي فيه، بس ما بيكونش قادر يرمي الحجر وبيغمى عليه تاني، ولما بيفوق بيلاقي ايديه غرقانة دم وبيعرف انه اكل حيوان من الغابة، وبيفهم انه طول ما هو جعان هيغمى عليه فلازم يكون شبعان على طول علشان يعرف يسيطر على تصرفاته. وبتكون سون جي قاعدة بتتعشى مع صاحبتها، بس بتكون مشغولة بشخصية سانتا اللي هي بابا نويل، واضح انها قضية خطف، وبتقول انها متضايقة من الاشخاص السيئين، بتقول لصاحبتها انها كان نفسها تكون شرطية، فصاحبتها بتفكرها بالديون اللي عليهم وانها تخليها في الواقع وبلاش احلام. وبيظهر اتنين، واحد فيهم قاعد ياكل والتاني بيسأله هنعمل ايه، والمحقق كيم يونج شغال احسن مننا، واضح انهم محققين بس مش تبع الحكومة. وبنشوف بعد كده اتنين بيجروا ويركبوا بص، واحد فيهم بيقول ان فيروس الزومبي انتشر في بوسان، ولما بيركبوا البص بيلاقوا السواق زومبي فبيقتلوه، ولما بيبص حواليهم بيطلع ان كل ركاب زومبي، فبيروح واحد من الاتنين يضرب في الزومبي، ولكن بيطلع ان ده فيلم بيسمعه بطل مسلسلنا، وبيكون متضايق انه مش قادر يتكلم وبدأ يتعلم المشي زي البشر وبدأ يتعلم الاكل كمان، وفعلا بدأ ينجح في المشي وبدأ يتعلم الكلام، واول ما اتكلم قال انه عايز يرجع بشري تاني وراح سرق هدوم علشان يلبسها، وكده بيكون عدى سنة وبطلنا اتعلم المشي والاكل والكلام، وعرف فصول السنة الاربعة ومن الفرحة كان عمال يغني وهو مبسوط. بعد كده بيروح يجيب اكله وبنشوف انه بقى يقدر يرمي الحجارة لفوق. بعد كده بنشوف سون جي وهي بتدور في قضية سانتا تاني، ولكن بيجي صديقها في الشغل وبيقول لها ان اللي حصل للبنت ما كانش بسببها، ونشوف بطلنا تاني بس بيشم ريحة انسان، ولما بيروح ناحية الريحة بيلاقي واحد قاعد عند جبره وبيشرب خمرة وبياكل تفاح، والراجل بيلاحظ وجود بطلنا بس بيفتكره حيوان فبيرمي له صدر فرخة، لما بيمسك صدر الفرخة بيعرف انها مدبوحة من 36 ساعة، وبيعرف وقتها ان حاسة الشم قوية عنده، واول لما بيجي ياكل اللحمة بيلاقي ان في شخص جه وقتل الراجل اللي اداله الاكل، وبطلنا بيكون مستغرب جدا من المنظر، والراجل بياخد الجثة وبيرميها من نفس المكان اللي حاول بطلنا ينتحر منه في البداية، ويروح بطلنا يلمس الجثة وبيلاقي ان الراجل لسه صاحي، والراجل بيديله مفاتيح وبيقول له مكتب،
وهو مش فاهم حاجة، مكتب ايه والمفاتيح دي بتاع ايه. وبطلنا دفن واخد الشنطة بتاعته ولقى جواها بطاقة باسم كيم يونج اللي كانوا بيحكوا عليه في البداية، وعرف انه محقق وبيدور على الناس المفقودة، ولقى عنوان المكتب بتاعه فاخد وراح المكتب. واول ما دخل لقى المكتب مليان زبال ومحتاج يتنظف، وبنشوف شخص قاعد على النت وبيشوف صور لحيوانات راسها مقطوعة، وبنشوف بطلنا وهو بياكل حاجات من التلاجة بس بيرجع وبيعرف انه ما ينفعش ياكل غير اللحوم. بعد كده بدأ يدور على كل الناس المفقودة على امل انه يعرف حاجة عن نفسه، بس للأسف مفيش، وعارف انه محتاج فلوس علشان ياكل، والفلوس مش هتيجي غير لو اشتغل. وبنشوف نفس الشخص مرة تانية وبيكون بيدور في نفس الموضوع، وبنعرف انه جزء اخت سون جي، وهو مؤلف مهووس بافلام الزومبي ونفسه حد من اللي معاهم فلوس ينتج الفيلم اللي كتبه. وبنشوف بطلنا وهو بيشتغل في البيت وبيعمل علب بيتزا علشان يوصلها للمطاعم، وفجأة الموبايل بيدي صوت رسالة، فبيفتح الموبايل وبيلاقي واحدة بعتاله رسائل وتقول انها عايزاه في شغل، وبيقول لها انه بياخد فلوس قليلة لما بيدور على حيوان وفلوس كتيرة لو انسان، والست بتبعت له صورة كلب. بس هو بيفكر هيطلع يدور على الكلب بشكله ده ازاي، الناس كده هتعرف انه زومبي. فبيقرر يشتري كريم للبشرة من على النت، ولما بيجيله الكريم بيدهن وشه بيه وبيكون مبسوط ان شكله بقى عادي، ويلبس لبس كيم يونج وبينزل الشارع، وبيعرف ان اللي كلمه على الواتس مش ست، دول اطفال وعايزين يدور لهم على الكلب بتاعهم. وهو كان متضايق بس محتاج فلوس، بس الاطفال معهمش فلوس، فقال لهم لما يكون معاكم فلوس كلموني، فادوله 50 سنت. بس هو بص للخمسين سنت وشافها انه قليل قوي، وده مش المبلغ اللي اتفق عليه، هو رفض. والاطفال قعدت تتخانق معاه، سونجي شافتهم والاطفال راحوا قالوا لها انه اخد منهم فلوس، فراحت كلمته بس هو جري منها، فسون جي جريت وراه، ولما تعبت مسكت خوذة وراحت ضربه بيها على دماغه كانها ضربته بطلقة قوم، ونزل على الارض واغمى عليه. ده كان ملخص اول حلقتين. اشترك في القناة لو انت على اليوتيوب وفعل الجرس، لو انت على فيسبوك اعمل اعجاب ومتابعة للصفحة. سلام.